الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن للكرد تاريخا مشرقا في خدمة الإسلام ونشر العلوم الإسلامية، ومنذ دخول الكرد في الإسلام شهدت المناطق الكردية تطورات اجتماعية وثقافية وعلمية، وبرز فيهم علماء كبار وقادة عظماء، وكان الكرد مشهورين بشدة تمسكهم بتعاليم الإسلام وتعظيم شعائره، لذلك اهتموا ببناء المساجد ودور العلم. ولعلماء الكرد فيهم دور بارز في التوجيه والتوعية والتعليم والإصلاح، فكلما وجدوا فكراً مخالفاً للدين أو عادة تخالف الشريعة الإسلامية قاموا بوجهها ببيان فسادها وتوعية الناس وتحذيرهم منها. وكان العالم المفسر الملا محمد الجلي المشهور بالملا الكبير، المتوفى عام 1943 ميلادية، من العلماء البارزين المصلحين في كردستان العراق، وكان همه الشاغل إصلاح الفكر والدعوة إلى فهم الدين بعيداً عن الخرافات والشعوذة والدجل، ومحاربة الأفكار الإلحادية والشيوعية والماركسية بالبراهين والأدلة الدامغة، والوقوف بوجه جماعة الحق الخارجة عن الدين والتي ظهرت في عصره. وقد ركز من خلال تفسيره للقرآن الكريم على هذه المسائل والاهتمام بالفكر الإصلاحي. وكان عنوان بحث الملا محمد الجلي وفكره الإصلاحي من خلال تفسيره، واشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. المبحث الأول نبذة عن حياة الشيخ محمد الجلي وثقافته وفكره، والمبحث الثاني اهتمامه بقضايا المسلمين وصلته برواد الفكر الإسلامي في عصره، والمبحث الثالث الفكر الإصلاحي لقضايا عصره من خلال تفسيره. وقد سبقني الشيخ أميد بذكر بعض المسائل عن حياة الشيخ محمد الجلي وبعض المسائل في ذلك، لا أعيد تكراره. أما عن ثقافته وفكره، يعد الشيخ الجلي من العلماء الذين أدركوا منذ سن التمييز أهمية العلم والتعلم، وإن القدرة على فهم معاني النصوص القرآنية والسنة النبوية المطهرة لا يكون إلا بعد التضلع في شتى العلوم. وكان للشيخ الجلي دور بارز في إيقاد الثورة الفكرية والحركة العلمية في مناطق كردستان، لا سيما بين المثقفين والمتعلمين، وكان له اطلاع على ما يجري في العالم بوجه عام والعالم الإسلامي بوجه خاص، وكان يراقب التطورات السياسية في المنطقة، كما كان يتابع التقدم العلمي والحضاري والاقتصادي في البلدان الأخرى. وبسبب كثرة شغفه بالتقدم العلمي الذي كان يحصل في العالم، دعا إلى تدريس العلوم العصرية والتجريبية في المدارس الدينية. وحين زارته هيئة من كبار الموظفين من منتسبي وزارة المعارف، وجدوه يطالع كتباً من أمثال حياة نابليون لحسن جلال، وروح الأشتراكية وسر تطور الأمم كلاهما لجوستاف لوبون، والعقل الباطن لفرويد وداروين ونظرية التطور، فتعجبوا كثيراً مما وجدوه، إذ لم يعهدوا مثل هذا من علماء الدين في ذلك العصر. فلما رأى تعجبهم قال لهم: إنكم مخطئون إن حكمتم على علم الإنسان على ما يلبسه أو ما هو فيه من مسلك، فالعلم تراث البشرية وملكه الشعب، فلا فرق بين الناس في طلبه. وكان رحمه الله لا يكتفي بالقراءة والمطالعة لمثل هذه الكتب، بل كان يعلق عليها أو ينتقدها. أما اهتمامه بقضايا المسلمين وصلته برواد الفكر الإسلامي في عصره، فكان الشيخ محمد الجلي رحمه الله مهتماً بقضايا المسلمين في العالم بوجه عام ومسلمي منطقته بوجه خاص، فكان يشاركهم في أفراحهم وأتراحهم،
وكان يدعو المسلمين إلى الوحدة والتآلف والتكاتف ونبذ التفرقة والخلافات. وقد شغل فكر الشيخ حال المسلمين في عصره من التخلف والتشرد والهوان وما أصابهم من الأمراض في مجال العقيدة والفكر والثقافة والتعامل وسيطرة الاستعمار على بلدان المسلمين وإذلالهم. أما صلته برواد الفكر الإصلاحي فكان ذا صلة وثيقة بأصحاب الرواد الإصلاحيين المسلمين الذين سبقوه والذين كانوا في عصره كذلك، وقد أشار في كتاباته إلى تأثره وإعجابه بالفكر الإصلاحي لمجموعة من العلماء المسلمين كابن تيمية وابن قيم الجوزية وجمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده والسيد رشيد رضا، وأحيانا ينقل عنهم كلامهم. ولعل السبب في تأثره بهؤلاء العلماء يرجع إلى التقارب الفكري بينهم في دعوتهم إلى فهم الدين على طريقة السلف الصالح من غير التقليد الأعمى، وكذلك تحرير الفكر من الأوهام والخزعبلات والبحث عن أسباب تخلف المسلمين وتراجعهم وإيجاد الحلول لها والعمل لوحدة صف المسلمين وبيان خطر الاستعمار على البلدان الإسلامية والتصدي للأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة التي تستهدف أبناء المسلمين. ومع تأثر الشيخ بهؤلاء العلماء لكنه لم يكن مقلدا لهم لكل ما يرونه، بل أحيانا كان ينتقدهم أو يرد عليهم. أما الفكر الإصلاحي لقضايا عصره من خلال تفسيره فلم يكن الشيخ مقلدا من سبقه من المفسرين في كل ما قالوه وما كتبوه، بل له آراء واستنتاجات واستنباطات وربط الواقع مع معاني وتفسير الآيات. يقول الشيخ الجلي: أية مسألة في التفسير لا أفهمها حق الفهم لا أستطيع المرور عليها من غير تحرير وتقرير، وما لا أعتقد صحتها لا أستطيع تثبيتها تقليدا لمن سبقني. ومن يستقرئ تفسير الشيخ الجلي يجده كثير اللوم على علماء الإسلام في عصره وبعض شيوخ الطرائق في إهمالهم جوانب كثير من جوانب الدين وابتداع أمور أخرى وصبغتها صبغة دينية. لذلك كان يدعوهم إلى الإصلاح بكل أنواعه، إصلاح أنفسهم أولاً ثم محاولة إصلاح الآخرين لا سيما الإصلاح الفكري والعقائدي. هنا نأتي بأمثلة من دعوته الإصلاحية من خلال تفسيره. يقول في تفسير قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، يقول في تفسير: يتعجب الإنسان من حال المسلمين كيف غفلوا عن هذه الآية كأنما لم يسمعوها أصلا، في حين كان واجبا عليهم أن يكتبوها في لوحات خواطرهم ويتفكرون فيها ويعتبرون بها دوما. ولو أن المسلمين اتخذوا من هذه الآية دستورا للعمل لم تصبهم نكسة في الدين والدنيا، كما كان حال المسلمين الأوائل في صدر الإسلام حين دخل قلوبهم روح هذه الآية وفهموها استقر في قلوبهم وهبت لهم حياة جعلتهم يسعون ويجتهدون وينتصرون حتى صاروا تاج الأمم. لكنه مع الأسف خرج هذا الروح مبكرا، بل أخرجوه فصارت الأمة كالجسد بلا روح فتفسخت وصارت ذليلة. آخ، الذلة بعد العزة كم هي قاسية، فهي أمر من الموت مع الأسف. كان عندنا بعض علماء الدين حين يرون روح الحياة في آية ما يضعون فيها سما قاتلا يقصد بها تأويلا فاسدا يقضون على روحها، فيحرمون الأمة من هذا الروح ولا ينتفعون من الآية. ويا حبذا لم تعتمد الأمة على كلام هؤلاء، هم أقل إدراكا من البهائم ولم يسمعوا كلامهم. وفي تفسير قوله تعالى: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يذكر مسائل كثيرة، يأتي بأقوال لهنري الملاح وخورستوف كولومبوس وغير ذلك، ثم يقول: نريد شخصا يعيد الروح إلى هيكل هذه الأمة ويحييها من جديد ويسوقهم إلى الاستفادة من آيات الله وصنعه وينقيهم من زيغ الأمنيات والميول الفاسدة. ثم في تفسير قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يقول: والله إن المخلوقين هم أقرب، إن المخترعين هم أقرب العباد إلى الله خالق السماوات والأرض. أين المسلمون اليوم من الخلافة التي كلفوا بها؟ الخلافة في الأرض لا تتحقق بالسبحة واللحية. لا أدري ماذا أكتب، لعل قلبي يتفجر لحال المسلمين وحال القرآن الكريم. أنظر إلى المسلمين من بني جلدتي بلا علم ولا صنعة، يقلدون متشيخة خرجوا عن زمرة الإنسانية. لماذا يذللن أنفسهن بأيديهم؟ ما هذا الشرك؟ ما هذه الجهالة؟ كفاكم أن تسلموا أنفسكم بالتقليد إلى التقليد والجهل. أكتفي بقراءة الخاتمة، هناك مسائل كثيرة ولكن أكتفي بقراءة الخاتمة. في ختام هذا البحث أود الإشارة إلى أهم النتائج. ولد الشيخ محمد الجالي في أسرة علمية مشهورة بالعلم والفضل وخدمة الناس المعروفة بأسرة جلي زادة. تولى في حياته مناصب دينية ودنيوية علمية وإدارية. كان يجيد اللغات الكردية والعربية والفارسية والتركية. ترك من بعده آثارا علمية عديدة، من أبرزها تفسير القرآن الكريم باللغة الكردية. كان للشيخ الجلي دور بارز في إيقاد الثورة الفكرية والحركة العلمية في مناطق كردستان. كان مهتم بقضايا المسلمين في العالم وكذلك حال المسلمين في عصره. التوصيات: أوصي أولا عقد مؤتمرات مماثلة للاهتمام بتراث العلماء وإحيائها لا سيما العلماء المصلحون. ثانيا عقد مؤتمر عن فكر الوسطية والاعتدال لدى علماء العراق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.